ومتواصلون مشاهدينا في المتابعة. ينضم إلينا أيضا هاتفيا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور، إلى أي مدى ترى أن محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي سيساهم في تيسير التنقلات، تقليل الكثافة المرورية خاصة في العاصمة، وبالتالي وجود عائد اقتصادي ملموس لذلك؟ صباح الخير لحضراتكم جميعا، واسمحي لنا بقول لكم كل سنة وانتم طيبين. افتتاحات الرئيس النهاردة في 3/7 يوم يعني يشهد له التاريخ. النهاردة بنشوف السيد الرئيس بيفتتح أهم محطة من مراحل الطرق والكباري والنقل. طبعا مكان يعني يسع ليه كثير من زيادة الاستثمارات وربط الطرق اللي هي أيضا بتكون شرايين للحياة وشرايين لزيادة التجمعات السكنية والعمرانية. اللي احنا بنشوف النهاردة توفير للوقت والعمل والجهد الكبير للمواطنين اللي يقدر يحسن من قدراتهم الاستثمارية وأيضا يكون ليهم مردود إيجابي في ناحية التشغيل. وخلاف ذلك كمان بيخف من الضغط المروري اللي هو بيكون عائق من عوائق الاستثمار أو حركة التنقل. النهاردة محطة المستشار عدلي منصور بتكون بالنسبة لنا بنية تحتية قومية كبيرة جدا تهيئ حركة الاستثمار في محيط عدد كبير من المحافظات، وبتربط عدد كبير من المحافظات سواء من العواصم اللي هي مرتبطة على سواحل البحر الأحمر أو العاصمة الإدارية أو وسط القاهرة الكبرى. أعتقد ده بيهيئ حركة التنقلات الكبيرة ما بين بعضنا البعض داخل المحافظة، خلاف طبعا العديد من وسائل النقل زي ما شفناهم النهاردة القطار الكهربائي أو المترو الأنفاق الخطوط الزيادة. أعتقد ده بتحسن من حركة التشغيل داخل العاصمة التي بتتكدس تكدس كبير جدا بزيادة عدد السكان، وللأسف ده كان بيكون سبب من الضغوط الاقتصادية على المواطن داخل المحافظات. هي ضغوط اقتصادية أيضا وضغوط يومية. دعنا نتحدث دكتور مصطفى عن التقنيات الحديثة وهذا العهد الجديد الذي يدخل قطاع الطرق والنقل في مصر، انعكاسه على مكانة مصر وانعكاسه على فكرة تأهيل العنصر البشري. هذا المشروع الضخم تم العمل عليه قبل تنفيذه لمدة 10 أشهر بدون توقف حتى مع ورود أزمات مثل كورونا. العنصر البشري تم تدريبه في الصين على التشغيل وعلى الصيانة، وهذا حدث لمدة 3 سنوات. بكل تأكيد اسمحي لي بنأكد ان في اتباع جديد في التخطيط الاستراتيجي للدولة وللجمهورية الجديدة. السيد الرئيس دايما بيولي اهتمام ان يكون في تخطيط استراتيجي متكامل العناصر، بدءا من الانسان اللي هو هيتحكم في مجريات الامور للتشغيل للمشروعات القومية، نهاية بالمنافسة وحركة التنافسية العالمية للمشروعات القومية اللي بتوضع للدولة المصرية. النهاردة بنشوف المحطة المستشار عدلي منصور وربطها بعدد من المحطات زي محطة بدر والقطار الكهربائي والبنية الأساسية، دي بالنسبة لنا بتنافس أو بتضاهي المحطات اللي في أوروبا أو في أمريكا، بترفع تصنيف مصر الائتماني كويس، وده أيضا بترفع تصنيف مصر التشغيلي، وده بيساهم في زيادة التشغيل والعمل داخل جمهورية مصر العربية. عناية الدولة بالحرص على تدريب العاملين ده بيؤكد ان الدولة بتحرص دائما على ان يكون الشاغلين او العاملين عليها بيكون قادرين على التنافسية مع شبيهة ليهم في الوظائف في الدول الاوروبية والدول الامريكية. نجاح كبير الحمد لله بيحسب للقيادة السياسية للحكومة المصرية، هذه لبنة من لبنات التطور الاستراتيجي الكبير اللي بتبنيه الدولة المصرية. نعم، يعني إذن هي عامل جذب كبير أمام الاستثمارات. دكتور مصطفى، جودة الطرق وتصنيف جودة الطرق في مصر يعني بجانب هذا المشروع أيضا ساهم في عملية جذب الاستثمارات الخارجية مع الإشادات العالمية والتقييمات العالمية لجودة الطرق مؤخرا. طبعا بكل تأكيد اسمحي لي، تهيئة البنية الاستثمارية بتكون قايمة على عدد من العوامل في غاية الأهمية، منها جانب أو ركن في الطرق والكباري والأنفاق ووسائل النقل
لان كل دراسه جدوى بتحسب لكل مشروع بتحسب فيها تكلفه وسائل النقل سواء من المواني الى المحافظات او الى المناطق اللوجستيه الخاصه بحركه التشغيل. عامل الجذب من العوامل المهمه جدا للاستثمار، منها وسائل النقل، التكنولوجيا الحديثه في استخدامها، كيفيه توفير الجهد والضغط على وسائل النقل والمشروعات القوميه. الجوده دي، جوده الطرق النهارده بتهيئ حركه الاستثمار للزياده سواء بقى في المدن الساحليه، سواء في المناطق اللوجستيه، او ايضا في المدن الجديده. كل ده النهارده لما بنشوف المحطات الجديده او وسائل النقل الجديده النهارده وكيفيه الربط ما بينها وما بين المدن الصناعيه والمدن الجديده، ده برضه تخطيط استراتيجي كبير جدا بيهيئ حركه الاستثمار، بيرفع قدره الدوله أمام التنافسية بننافس العالم النهاردة، بيرفع من قدرتنا النهاردة إن إحنا نواجه الدول الغربية ونكون قادرين على جذب الاستثمارات بزيادة. التوضيح اللي النهاردة السيد الرئيس بيتكلم بيه وأيضا وزير النقل أمام العالم إن إزاي إن إحنا عندنا بقينا أكبر منطقة لحركة الجذب في وسائل النقل من التنافسية، أعتقد ده نجاح بالنسبة لنا يحسب للتخطيط اللي بدأ السيد الرئيس من 8 سنين. طيب دكتور مصطفى، كيف ترى ما يميز محطة عدلي منصور؟ يعني هذه المحطة التبادلية الأضخم في الشرق الأوسط يتم فيها نقل ركاب بين 5 وسائل نقل. خلينا نقول ان دايما كان عندنا مشكله في مصر اللي وسائل النقل للاسف تهلكت، وايضا ما كانش فيها حركه تطوير كبيره، وكان يجب ان احنا نخرج بالعاصمه الى اطراف المدن الجديده حتى نرتقي ونحسن من قدرتنا الاقتصاديه وايضا الاستثماريه ونرفع من قدرات المواطن المصري في حركه الانتاج. وجب على الدوله ان يكون في محطه تبادليه كبيره تنافس وتضاهي العديد من المحطات في العالم، وايضا بتكنولوجيا حديثه لتوفير الجهد والمال والعمل للدوله والحكومه المصريه. علشان كده وضعت الدوله رؤيه واضحه امام ان يكون في محطه تبادليه تربط العديد من الخطوط والعديد من وسائل النقل، سواء نقل عاديه او كهربائيه او وسائل نقل قطارات، بمحطه شهيره بتسمى محطه المستشار عدلي منصور، تليق بتحسين جوده المواطن وايضا بتحسن كمان القدرات الاستثماريه في العديد من المحافظات. ده نجاح ان احنا النهارده يكون عندنا رؤيه للتخطيط لسنوات عده امام الدوله لزياده الاستثمارات في المحافظات المحيطه بالقاهره الكبرى. هذه رؤيه ايضا للتخطيط دكتور مصطفى تشتمل على تقديم افضل الخدمات للمواطن، ربط المدن الصناعيه بالمدن الجديده في هذه المنظومه للنقل، الى اي مدى سيساهم في التيسير على تحركات المواطنين، ويعني بجانب توفير فرص العمل طبعا. خلينا نقول يا فندم ان احنا النهارده عندنا رؤيه كبيره جدا ان احنا ننتقل ان شاء الله للعاصمه الاداريه الجديده، ازاي ان احنا كمان نكون قادرين على خلق مجتمعات عمرانيه جديده تقدر تكون لائقه بجميع المواطنين، يعني بمنتهى البساطه ازاي نفكك التكدس المجتمعي في القاهره الكبرى واخرجهم الى المجتمعات العمرانيه الجديده اللي هي بتليق دلوقتي بان يكون فيها حضاره عمرانيه، مناطق تشغيليه، المصانع، كل ده النهارده لما بيكون في وسائل نقل تليق بالمواطن، وسائل نقل سريعه بتعتمد على التكنولوجيا، بتهيئ حركه التشغيل والتوظيف في المدن، اعتقد المواطن بينتقل سريعا لوحده. إذا كنا فعلا بنطلب إن يكون إن تخرج بره الحيز العمراني، يعني عشان نخرج بره 6% اللي هي الحيز اللي مرتبط بنهر النيل، أكيد كنا بنحتاج إن يكون عندنا وسائل نقل سريعة، وسائل نقل آمنة، توفر الجهد، تحسن من حياة المواطنين، أعتقد ده اللي الدولة بتعمله النهارده. نعم. لو شفناها النهارده في القطارات أو شفناهم في محطة المستشار عدلي منصور والمدن الصناعية، أعتقد ده نجاح كبير جدا، الحمد لله إن احنا بنجتاز مرتبة بعض أخرى. أشكرك جزيلا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي.